السيسي أصدر قرار جمهوري رقم 31 لسنة 2018 بتعيين الأستاذ الدكتور مجدي عبد الرؤوف الجوهري سبع رئيسا لجامعة طنطا، والقرار نص في مادته الأولى على تعيينه رئيس لجامعة طنطا حتى تاريخ بلوغه سن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة في 30 أغسطس 2020. سريعا، من هو الأستاذ الدكتور مجدي عبد الرؤوف الجوهري سبع؟ هو حاصل على درجة البكالوريوس طب وجراحة من كلية طب جامعة طنطا في 1984، حصل على درجة الماجستير في جراحة المسالك البولية والتناسلية من كلية طب جامعة طنطا 89، واتعين مدرس مساعد في إبريل 91، وحصل على درجة الدكتوراه في جراحة المسالك البولية من كلية الطب جامعة طنطا في سنة 98، وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ في فبراير 2009.